المحاكمة الدينية بعد أن قبضوا على المسيح في بستان جتسماني، أخذوا من نفس الطريق رجوعا وعبورا في وادي قدرون وصعودا إلى جبل صهيون إلى بيت قيافة رئيس الكهنة. المحكمة الدينية كانت أمام حنان، مع أن الرومان أقالوه من منصبه، لكن ظل هو المؤثر ويلعب الدور، وقيافة صهره ومجمع السنهدرين. بالحقيقة حنانية ظل يلعب دور مهم مع أولاده الخمسة وحفيده وصهره قيافة. هم كانوا من طبقة الصدوقيين، الطبقة الحاكمة، لكنهم كانوا فاسدين. هذه المحاكمة كانت مدفوعة بدافع الغيرة والحسد والكراهية وعدم الإيمان بيسوع. فالمسيح هو الذي طهر الهيكل وقضى على البزنس. نقرأ: كان رؤساء الكهنة والمجمع كله يطلبون شهادة على يسوع ليقتلوه، فلم يجدوا، لأن كثيرين شهدوا عليه زورا ولم تتفق شهاداتهم. ظل المسيح صامتا أثناء المحاكمة رغم شهود الزور. أخيرا قيافة استحلف المسيح أن يعلن عن هويته، وأما يسوع فكان ساكتا. فأجاب رئيس الكهنة وقال له: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟ قال له يسوع: أنت قلت، وأيضا أقول لكم، من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء. صرح المسيح أنه ابن الله، ابن الله أي مساوي للآب. فمحاكمة المسيح ليس في شيء عمله، لكن في أقواله وتصريحه. هذه المجموعة تحولت إلى وحوش كاسرة، وأكمل قيافة المسرحية والمهزلة بأنه شق ثيابه زعما أن ما قاله المسيح هو خطية التجديف، لذلك يستحق الموت. قال بطرس وهو شاهد عيان: هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه. كانت هذه المحاكمة مهزلة المحاكم. فإذا ما الخطأ في هذه المحاكمة؟ أولا استدعاء شهود الزور. أصلا ممنوع المحاكمة في موسم الأعياد. حكم المسيح في الليل، مع أنه ينبغي أن تكون المحكمة في النهار. محكمة من هذا النوع ينبغي أن تكون في إحدى الغرف الكبيرة في الهيكل. ثم كيف استطاعوا أن يجمعوا العدد المناسب من المجمع في ليلة الفصح ليقوموا بالمحاكمة؟ ثم ينبغي أن تعطى الفرصة ليسوع أن يدافع عن نفسه. لقد تم كل شيء بسرعة. ينبغي أن يكون شهود أمناء وليس زورا، لأن عقاب شهادة الزور هو الموت بحسب الشريعة. والشهود كانوا يناقضون أنفسهم، وكان ينبغي أن يتحققوا من الشهود كل واحد على حدة حتى يتحققوا من صدق أقوالهم. نتيجة المحكمة والعقاب كان محتم ومسبق قبل المحاكمة. قبضوا عليه لكي يتخلصوا منه. أغرب محاكمة، الهجوم على المسيح والتخلص منه، جعل ألد الأعداء يتحدوا عليه: اليهود والرومان، الصدوقيين والفريسيين، وبيلاطس وهيرودس. والأغرب في هذا كله، صرح اليهود لبيلاطس: إن أطلقت هذا فلست محبا لقيصر، كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر، ليس لنا ملك إلا قيصر. إن الطبقة الحاكمة من رؤساء الدين كانوا مثل عصابة فاسدة. كانت الناس تسمي دار الأمم
سوق حنان، والتلمود أيضا تكلم ضد هذه العائلة بسبب الاستغلال الديني والطمع في الربح القبيح. حكم المسيح من أشرار، مع هذا فقد كان هو سيد الموقف. كان هذا لتتميم النبوات وتتميم مشورة الله المحتومة. والأعجب والأغرب من هذا كله هو نبوة قيافة نفسه عند إقامة إلعازر. اسمع ما قال: فجمع رؤساء الكهنة والفريسيون مجمعا وقالوا: ماذا نصنع؟ فإن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة، إن تركناه هكذا يؤمن الجميع به، فيأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا. فقال لهم واحد منهم وهو قيافة، كان رئيسا للكهنة في تلك السنة: أنتم لستم تعرفون شيئا ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها. ولم يقل هذا من نفسه، بل إذ كان رئيسا للكهنة في تلك السنة تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة، وليس عن الأمة فقط، بل ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد.